فخلوني اروح معاكم بقى لايه، ودي حاجه مهمه جدا 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 بالنسبه لي. المجلس القومي للاعاقه بيشارك في الجلسه النهائيه لليونيسف علشان ايه؟ علشان يتعمل اعداد للتقرير النهائي لحمايه الاطفال ذوي الاعاقه. خلوني اخد معانا على التليفون بعد اذن حضراتكم دكتور ايمان كريم، رئيس المجلس القومي لذوي الاعاقه. اهلا بيك يا دكتور ايمان. اهلا استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ ايه الاحوال؟ الساده المشاهدين الحمد لله كله تمام كله تمام. مشاركتكم في الجلسه النهائيه لليونيسف علشان التقرير النهائي لحمايه الاطفال ذوي الاعاقه، ده بيخليني هحط قدامها علامه استفهام، يعني ايه حمايه الاطفال ذوي الاعاقه؟ ايه التهديد اللي بيواجههم يا دكتور؟ حمايه الاطفال ذوي الاعاقه في جميع المجالات، يعني احنا بنقول حمايه ان هم يحصلوا على حقوقهم، في حقوق اجتماعية، حقوق صحية، حقوق طبعا من ناحية التعليمية. احنا قلنا قبل كده ان الطفل من ذوي الاعاقة هو له حقوق بناء على اتفاقيات دولية، والاتفاقيات الدولية ادته الحق في مثلا الصحة، فلازم يحصل اكتشافات مبكرة لأي أمراض، كشف المبكر بالنسبة للإعاقات لما تحصل إعاقة، التدخل المبكر. بنعمل هنا مهمة قوي توعية للأسرة، يعني الأسرة لازم تبقى عارفة حقوق أطفالها، ولازم تبقى عارفة إن لما هذه الحقوق لا تصل إليه هو بيتعرض لنوع من التهميش، وما بيبقاش ليه يعني فعليا مع اقرانه، هو من حقه زي اصحابه التانيين ان هو يروح المدرسه مثلا. هنا بنقول حقوق مثلا في الاتاحه، المدرسه عشان نقول تعليم دامج لازم المدرسه تكون مهيئه، البيئه بتاعتها مهيئه، حقه ان هو يكون الفصل لو هو من بيستعمل كرسي متحرك ان الفصل يكون فيه المساحات المناسبه، المسافات المناسبه، الديسك بيبقى بشكل ايه، هو بيبقى قاعد فين، يقدر ان هو يحصل على مناهج متاحه ليه، الحمامات تكون مهيئه، يكون فيها مواصفات دوليه، ويعني ازاي ان هو يقدر يدخل الحمام، او ان هو في البلاي جراوند مثلا وسائل اللعب، وسائل الترفيه بتاعته تبقى موجوده. الى جانب طبعا ان احنا بنقول اذا تعرض بقى لاي ايذاء او اي تنمر او اي مخاطر من المجتمع او من الاخرين، لازم يكون ليه حق في ان نعمله بيئه صديقه، يعني في غرف صديقه مثلا هو موجود في اماكن المراكز الشرطه او المراكز اللي هي فيها تحقيقات او كده، لازم يكون في غرف صديقه للطفل ذوي الاعاقه علشان نقدر نعمل توعيه بالتعامل معاه بقى الاعاقات المختلفه. احنا وصينا برضو بان يكون في النيابات ان احنا نعمل برامج توعيه وتدريب لاعضاء النيابه علشان يعرفوا يتعاملوا بطريقة صحيحة مع الأطفال ذوي الإعاقة في حالة وجودهم في هذه الأماكن. لو الطفل تعرض لأي إيذاء أو أي مخاطر، من حق الأم أو من حق الأسرة أنها تتوجه مباشرة سريعا للمجلس عندنا علشان تبلغ، أو المجلس القومي للأمومة الطفولة في نجدة، وإحنا عندنا برضو رقم مختصر، وعندنا تدخل سريع في حالة وجود أي مشكلة للطفل، ممكن إن احنا نتضامن ونقف مع الأسرة ومع الطفل علشان يقدر يستعيد حقوقه. كمان الطفل لازم نعمل ليه تدخل علاجي سواء نفسي أو اجتماعي، لو هو تعرض مثلا لإعاقة لازم يبقى عارف ايه العلاقة اللي هو فيها، يقدر يتعامل معها ازاي، الأسرة نفسها ازاي تتعامل داخل الأسرة. الإعاقة ليست آخر المطاف، ولكن احنا بنقول التوعية والتدريب للأسرة ممكن ان هو يقلل من النتائج او يعني السلبيات اللي ممكن يتعرض ليها الطفل اثر هذه الاعاقه، يعني صح 100%. ففي حاجات كثيره جدا احنا ممكن يعني نعمل يعني دعم للطفل فيها لحقوقه. المجلس في الاساس بيحط في اولوياته
لأن البرنامج بتاع اليونيسف الحقيقة هو برنامج غني جدا بالمحاور وبال يعني بيتكلم على التغذية، بيتكلم على العلاج، بيتكلم على الإدماج الاجتماعي، بيتكلم على حاجات كتيرة. احنا بنقول أولوياتنا حماية الطفل، حماية الطفل في كل اللي أنا قلته ده. واحنا برضو بنحط يعني داخل يعني بنعمل أنشطة مع اليونيسف في برامج اللي هم سيتخذوها من خلال الخطة بتاعتهم بتاعت 23-27 5 سنين الجايين. هم هيحطوا خطة احنا لازم نكون موجودين فيها، نساهم في هذه الخطة سواء بالخبرات الفنية بتاعت المجلس او بالأنشطة المختلفة المجلس يقدر يقدمها مع اليونيسف في المجالات اللي أنا قلتها. عظيم جدا يا دكتور، ربنا يوفقكم. قطعنا يعني أو بدأنا المشوار بتاعنا وقطعنا فيه خطوات كبيرة، ولسه في قدامنا برضو بقية المشوار، واثقين بأن احنا هنكمله لحد آخر ومنتهى النجاح. أنا بشكرك جدا يا دكتور إيمان، كل الشكر دكتور إيمان كريم رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة.